ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. بداية مرحبا بك الدكتور عبد الحميد. يعني 15 سنة على احتلال أمريكا للعراق، كيف ترى العراق بعد هذه السنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خير من يصف هذا الواقع وهذا التاريخ والشارع العراقي الذي يتحدث اليوم عن أن العراق أصبح أسوأ دولة وأفشل دولة وأفسد دولة في العالم وليس في المنطقة فقط. الشارع العراقي يرى بعوم عينه ويلمس ذلك واقعا مأساويا في كل المجالات، مأساة في الخدمات، مأساة في الجانب الأمني، في الجانب السياسي، في كل نواحي الحياة أصبح المواطن يعاني فيها من هذه الآثار، وهي منتج مخرجات الاحتلال الأمريكي وغزوه للعراق الذي لم يخلف خيرا إلا لمن جاء معه في ظل دباباته على دباباته ونصبه على رقاب العراقيين لينتفعوا من نهبهم للمال الحرام لأموال العراقيين ويخلفوا وراءهم هذا الخراب الذي طال كل مجالات الحياة. يعني كلفة الغزو كانت كبيرة، فالإحصائيات تتحدث عن ملايين القتلى وآلاف المخفيين قسرا منذ ذلك الحين. إلى أي مدى دكتور يتحمل المجتمع الدولي ومسؤولية هذه الضحايا برأيكم؟ الأرقام كارثية والإحصاءات كبيرة جدا، وما يظهر منها هو أيضا أقل من الحقيقة، سواء كان على صعيد الضحايا أو على الأصعدة الأخرى من الانتهاكات في حقوق الإنسان التي لم تترك بابا إلا وطالته كما ونوعا. وفضلا عن الملفات الأخرى، المجتمع الدولي كله مسؤول عن هذه الآثار، إما بشكل مباشر بدعمه للاحتلال والغزو أو بسكوته عن ذلك، عن هذا الغزو وعن آثاره وعن نتائجه، أو ربما حتى بدعمه لمنتجات هذا الاحتلال وهو عمليته السياسية التي هي أثر أو سبب مباشر من أدوات الاحتلال في إلحاق الأذى بالعراقيين وفي تنفيذ مشروعه. الولايات المتحدة جاءت مبشرة بالديمقراطية، إلى أي مدى ترى أن الدستور الذي وضعته وما بني عليه من عملية سياسية قد حقق فعلا ما بشرت به أمريكا؟ يعني بداية الذي يعني يقول الخبراء أن ما بني على باطل فهو باطل، ومن هنا كل المنتجات التي تبعت الغزو هي باطلة وفق قانونهم وهو قانون الديمقراطية أو الانتخاب كما يقولون. فهذه الذي جرى من دستور أو من عملية سياسية إنما كان مبدأها التعيين الذي فرضه بول غريمر في حينها، فهم بأنفسهم قد كفروا بهذا المبدأ، مبدأ الديمقراطية، ثم بعد ذلك تطبيقاتهم قد عرت هذا المبدأ وبينوا أنهم هم أبعد الناس عن ما يسمى بالحرية وبالديمقراطية أو بحقوق الإنسان. تزامنا مع هذه الذكرى، ألقى الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق كلمة وصف فيها الاحتلال أنه اجتث كل مظاهر الحياة في العراق. ما شواهد ذلك؟ شواهده الحياة كلها في العراق في كل ملفاته، أينما تلفت أينما التفت المواطن العراقي فإنه يرى خرابا في خراب، سواء كان على مستوى الخدمات التي تخص المواطنين أو مستوى التعليم أو الصحة أو الاقتصاد أو غير ذلك، فضلا عن الأمان الذي بات معدوما في العراق، والناس لا يأمنون على أنفسهم لا في بيوتهم ولا في شوارعهم، والمتسلط والمتنفذ اليوم هي الميليشيات التي تدعمها حكومة متسلطة مدعومة من قبل الاحتلال الأمريكي والإيراني وبسكوت المجتمع الدولي. كذلك أكد الدكتور مثنى الضاري أن كل من قدم طائفته على الحق فهو مشارك في مشروع الاحتلال. إلى أي مدى تعتقد أن هذا الوصف ربما يعني ينسحب على كل من شارك في دستور المحاصصة؟ من أهم المبادئ التي جاء بها الاحتلال الأمريكي وقام عليها هي قضية المحاصصة الطائفية التي فرقت الشعب العراقي ووضعت الإثنين بين أبناء هذا المجتمع. وبالتالي هنا نرى كل من انحاز وانخرط في هذا المشروع
مفضلا هذا الانتماء الطائفي بعيدا عن الحق واتباع الحق، فإنه يكون مشارك بهذه الآثار والنتائج التي ظهرت. حينما يأتي هذا الرجل أو ذلك أو هذه المجموعة أو تلك تنتمي للطائفة فضلة الطائفة على الحق وعلى الوطن وعلى ما ينفع البلد والعباد، فهو بالتالي يكون مطبقا ومنفذا لهذا المشروع ويتحمل وزر هذه النتائج التي كان من أهم آثارها ما ذكرناه قبل قليل. أخيرا دكتور عبد الحميد، موقع بروجكت سانت كيت الأمريكي طالب بمحكمة لمحاكمة بوش وإدارته كمجرمي حرب، إلى أي مدى تتوقع أن نشهد كهذا اليوم؟ والله عندما يفيق العالم المجتمع الدولي من غيبوبته وينفذ الحق الذي يجب أو يحاول أن يعيد الحق إلى أهله، حينئذ سنشهد مثل هذه المحاكمات. وكما يقال في القانون الدولي أن هذه الجرائم هي لا تسقط بالتقادم، وما فعله الغزو الأمريكي بالعراق ولا يزال هي جرائم بحق الإنسانية وجرائم ضد حقوق الإنسان، وهي جرائم حرب بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. ونحن خاصة المؤمنون نؤمن أن هنالك يوما آخر للحساب، إن فلت الإنسان من عقوبة الدنيا فلا ريب أن هنالك يوما آخر يجزى كل إنسان بما فعل. من اسطنبول مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.